nasty or nice. مدرسة دراما تسقط تهم الجنس عنها. سبق وأن أخبرناكم عن مدرسة الدراما السيدة ستيفاني ماكري من فانكوفر واشنطن في مدرسة إيفر جرين، وقد اتهمت بممارسة الجنس مع طالب يبلغ 15 عاما، وقد وجدتها المحكمة بريئة من تهمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الثالثة. وحسب الرواية فإن العلاقة بدأت في شهر ديسمبر العام الماضي وكانت عبارة عن قبل حارة، ثم تطور الوضع وتواعد الاثنان في بيت ماكري خلال عطلة الميلاد، حيث ادعت ماكري أنها سوف تأخذه إلى السينما. قامت المدرسة بفصلها مباشرة بعد أن سمعوا عن القصة، لكن ماكري استمرت بالتواصل عن طريق الفيسبوك مع الولد مهددة إياه بقتل نفسها، ويقال أنها تركت زوجها ومن ثم حاولت الانتحار، كما وأنها تعاني من اضطرابات عقلية بعد حادث سير في عام 2012. لقد خرجت من السجن بكفالة وقدرها 40,000 دولار ومنعت من السفر إلى حين جلسة النطق بالحكم في أب القادم